تعالى نبتدي بالأهلي بعد إذنك، وخصوصا في ضوء المستجدات اللي حصلت في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بجلب مدرب أو مدير فني جديد، والصفقات اللي استجدت، وفكرة نظام التدريب اليوم الكامل، حاجات كده عايزين ندردش فيها. نبتدي بأني تفصيلة؟ طبعا يعني قدوم او استخدام مستر كولر للقياده الفنيه للنادي الاهلي هو سي في محترم، واسم في عالم التدريب في سويسرا اسم قوي جدا وسي في قوي. طبعا كانت لازم يكون في رده فعل قوي جدا من مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاخفاق اللي حصل في وخساره كاس مصر وبطوله الدوري، و حتى الاختيار اللي ما كانش موفق في سواريش، فكان لازم الاداره او مجلس الاداره يرضي طموح الجماهير ويرضي طموح هو كمجلس اداره في التأني في اختيار سيفي محترم يقدر يقود سفينه النادي الاهلي للانجازات من جديد والبطولات من جديد. فكان لازم يختار اسم قوي في عالم التدريب، فكان وقع الاختيار على كولر. اعتقد في حاله تفاؤل عند الجماهير، جماهير النادي الاهلي في دعم دلوقتي موجود عند جماهير النادي الاهلي، على عكس الفتره اللي فاتت كان في غضب شديد وكان في بعض الانتقادات الموجهه من جماهير النادي الاهلي للاداره او لمستر سواريش قبل ما يمشي. لكن دلوقتي اللي انا شايف ان جمهور النادي الاهلي رجع تاني داعم للقرارات، داعم للاعيبته، داعم للجهاز الجديد، وده اللي كان مفتقدينه الفتره اللي فاتت، وده اللي انا اتمناه من جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه كمان يستمر على سياسة الدعم اللي موجودة. بنشوف الدعم موجود على صفحات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا موجود، وده اللي أنا طالبه من جمهور النادي الأهلي الفترة اللي جاية، لأن لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني محتاجة دعم جمهورها يكون في ظهره. فمستر كولر هو اختيار جيد جدا للنادي الأهلي، أتمنى طبعا التوفيق ليه. موضوع اليوم الواحد هو كان يتمنى يكون في معسكر، على أساس المعسكر هو يقدر يكتشف اللعيبة بشكل أفضل، يكتشف العناصر الجديدة، يكتشف العناصر اللي هي القديمة اللي موجودة عنده كمان بشكل أفضل وأوضح بكتير من خلال تطبيق اليوم الواحد اللي هو بيعمله دلوقتي. القياسات كمان اللي اتعملت من النادي الأهلي، يعني هو يمكن كان في حديث جمعني بدكتور صلاح المسؤول عن القياسات أو المستشفى اللي النادي الأهلي عمل فيه القياسات، وقال لي إن كان النادي الأهلي اتأخر فترة كبيرة أو بقاله فترة متأخر، لأن كان لازم يتعمل القياسات دي من موسمين ثلاثة فاتوا. لكن طبعا لتلاحم المواسم والمسابقات طبعا والبطولات، فالنادي الأهلي ما كانش بياخد راحة، لعيبته الأساسية أو القوام الأساسي بتاعه ما كانش بياخد راحة، فما كانش في فرصة إن أنا أعمل فترة راحة سلبية كبيرة، أعمل قياسات عشان أبدأ فترة إعداد من جديد طبعا. وده اللي النادي الأهلي خسرت بطولة الدوري، لكن بسبب الخساره اللي بطوله الدوري وراحه اللاعبين ممكن اجني ثمارها الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا. صحيح. يعني انا بعد خساره الدوري انا ما كنتش ضد راحه اللاعبين الاساسيين او راحه عدد كبير جدا من القوام الاساسي او الفرقه كامله كانت ريحت كمان وخدت الراحه السلبيه بتاعتها، اعتقد ده كان شيء ايجابي جدا. صحيح. هنشوف وهينعكس الشيء الايجابي ده هينعكس الفتره الجايه على لعيبه النادي الاهلي، لان هي دي اهم صفقات للنادي الاهلي من وجهه نظري. عودة القوام الأساسي أو عودة اللعيبة الكبار في النادي الأهلي اللي بيعول عليهم الجماهير وبيعول عليهم أي جهاز. صحيح. فني بيمسك النادي الأهلي، هي دي أهم صفقات. مش الكلام، مش يعني برضو عشان الناس هتقول إن احنا بنتكلم الكلام ده، اللي انت بتقوله ده كلام منطقي على فكرة، مفهوش مبالغة. لأن السوق المحلي، خلينا نتكلم بقى بصراحة وبوضوح، السوق المحلي كله مش هتلاقي لعيبة أفضل من لعيبة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي هي دي اللي خدت بطولة أفريقيا، هي دي أبطال الدوري، أبطال كأس، هي اللي راحت كاس العالم للانديه وخدت ثالث العالم، هي دي اللعيبه. لكن اللعيبه دي كانت وصلت لمرحله صعبه جدا من الارهاق البدني والذهني والفني وكل شيء، كان وصل لحاله لقمه الهرم زي ما بنقول، فطبيعي جدا يحصل يعني تراجع في المستوى شويه. لكن الاسم الكبير واللعيب الكبير لما يريح وياخد راحته وياخد الاستشفاء بتاعه الكامل، هو ده اللي هيرجع يؤدي الاداء المعتاد منه طبعا. لكن مع بعض التدعيمات،